ما اروح للتقرير اللي معانا. انا معايا على التليفون السيد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، اللي ببارك له بكل تأكيد على هذا الفوز وهذا المكسب والبطولة الـ 12 في تاريخ الرجاء، الفوز ببطولة الدوري النهاردة بعد ما تمكن من هزيمة الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، وفوز دراماتيكي زي ما بنقول كده، لأنه الهدف جه في الدقيقة 91 فدت 3 نقاط كاملة للرجاء. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك ومبروك، الف مبروك. الو، مساء الفل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي ليك. الو، انا معاك يا استاذ، معاك. احنا على الهواء مباشره. عندي مواعيد كثيره، اتفضل. انا معاك على الهواء مباشره، برحب بيك وببارك لك على المكسب والفوز ببطوله الدوري سيد سعيد. فأنا أشكركم على هذه الحفاوة والاستقبال، وفريق الرجاء الرياضي في هذه الانتصار المستحق للدوري المغربي، الجماهير العريضة والكثيرة ديال المغرب ديال فريق الرجاء الرياضي في المغرب وخارج المغرب، تنهديو جميع المحبين والمعجبين ديال فريق الرجاء الرياضي في القاهرة وفي جميع أنحاء مصر العربية الحبيبة. صعوبة المكسب النهاردة على الجيش الملكي وتأخير الهدف لحد الدقيقة 91، كيف رصدته من وجهة نظر حضرتك، وكيف تابع محبي الرجاء هذا اللقاء تحديدا، لأنه طبعا الوداد كان على موعد آخر ومباراة أيضا مهمة؟ أظن أن فريق الرجاء الرياضي كانت مقابلة أسطورية، مقابلة تصرف فعلا، تصرف كرة القدم المغربية، لان سواء المقابله اللي كانت في الدار البيضاء او في الرباط، ظروف بيضاويه في 6 ظروف الرباط من فريق من مدينه الرباط، فكنظن هذا النوع المقابلات بهذا الشكل ديال هذه المقابلات، فالمتتبع المغربي غادي يعشق البطوله المغربيه وغيكون يتبع، لان هذو هما البطوله، هذو هما المقابلات، وحماس يعطيو اثاره، يعطيو تسويق، ويعطيو تتبع ديال الجمهور المغربي. وهذه المقابله بالضبط فهي في حد ذاتها تتصرف كرة القدم المغربية، لأن فريق الجيش ما كان عنده ما يخسر، فهو في المرتبة الخامسة، كما كانت النتيجة، ولكن لعب مقابلة كبيرة ضد فريق الرجاء الرياضي، وفريق الرجاء الرياضي متخصص في الريمونتادا، بعد الريمونتادا ضد فريق الوداد شهر 6 أكتوبر، الآن في الريمونتادا الثانية يوم فريق الجيش الملكي، دقيقة 90 اللاعب عبد الإله الحافظي فأعطى الأسبقية للأهلية وانتقال فريق الرجاء الرياضي. صحيح، ده خليني أسأل حضرتك مباشرة انعكاس هذا الفوز سواء بالبطولة أو هذا اللقاء على المقابلة المقبلة للرجاء أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا. يا أخي ما تخليناش نفرحوا واحد 24 ساعة نرتاحوا فيها. أسيبك ترتاح وأسيبك، ولكن في نفس الوقت برضو المواجهة أمام. فشوف، اتفضل. أولاً نحن فريق الرجاء الرياضي، الشعب المغربي والشعب المصري بما اخوه واشقاء، فمرحبا بفريق الزمالك المصري يوم الثلاثاء غيوصل المغرب او يوم الاربعاء، فالاسبوع من بعد فريق الرجاء الذي غيكون في مصر ان شاء الله، فتكون مقابله مهمه ومقابله ضد فريق كبير، فريق عنده مرجعيه في كره القدم المصريه وعنده القابه وعنده تاريخه وعنده جماهيره، كذلك بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، فكنظن ان المتتبع الرياضي في مصر او في المغرب غادي يعيش اسبوعين حارقين بين كرة القدم المغربية وكرة القدم المصرية. صحيح، أنا عارف إن أنتم بمجرد المكسب النهاردة هتقفلوا الصفحة وهتبتدوا تشتغلوا على اللقاء المقبل أمام الزمالك، ببارك لحضرتك مرة تانية ولكل متابعي ومحبي الرجاء، وبشكرك شكرا جزيلا سيد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء. هيفرحوا هيبسطوا، بس خلينا متأكدين وعارفين كويس قوي إنه الملف ده هيتقفل النهاردة مع هذه البهجة وهذه السعادة بالفوز ببطولة الدوري، لأنه المواجهة المقبلة أمام الزمالك مواجهة مهمة جدا جدا.